لمحبي القراءة، يستمر محبو الكتب والقراءة في التوافد إلى معرض الشارقة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ورواد المعرض أبدوا استحسانهم لإجراءات السلامة المتبعة في هذا المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أن الفعاليات التي نظمت عن بعد تغني المشاهد والمشهد الثقافي بشكل عام، وتجعل محبي الثقافة بمنأى عن المخاطر. ومعرض الشارقة للكتاب يعني من أروع معارض الكتب حقيقة في العالم العربي. نتابع التقرير. بينما ألغت غالبية معارض الكتاب دوراتها هذا العام بسبب كورونا، يصر معرض الشارقة الدولي للكتاب على فتح أبوابه أمام محبي القراءة. مسؤول المعرض راهنوا على اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال التعقيم المستمر وتوزيع الملصقات الإرشادية في أرجاء المعرض لتعريف الزائرين بمسافة الأمان المطلوبة. كما تم تخصيص نظام إلكتروني ذكي لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على 4 فترات خلال اليوم. ووزع منظمو المعرض سواراً على الزوار يحددوا فترة وجودهم في المعرض. نحن علمونا شو المفروض مهمتنا تكون في المعرض، لكن بعد ما تأقلمنا وعرفنا الشغل شو هو بالضبط، شفنا الناس يعني أساساً هم ملتزمين ما شاء الله، كل حد ملتزم يعرف مثلاً التباعد والكمام. وشيكنا نفس الشيء عن المعرض من ناحية إجراءات السلامة مثل طفايات الحريق ومخارج الطوارئ. الحلو أنه التنظيم الحجز الفترات علشان ما تصير ازدحامات، يعني بالأخص هالسنة المكان شوية أوسع، يعني ما في ازدحامات، أنه حلو وفي كتب جديدة ما شاء الله، ويعني تحسه أحلى السنة. أنا شايفة أن المعرض أنه هو تنفس ده تحدي كبير جداً، وأنهم أنه قدر أن المعرض يبقى بالمستوى ده، المستوى التنظيمي ده، بمستوى الأمان. أنا أحب أشجع كل الناس إن هم يحضروا والتزام بكافة الاحترازات الوقائية، وإن الموضوع آمن جداً. إحنا مستمتعين بكل الأجواء، الأجواء رائعة، أجواء ثقافة والعلم والمعرفة، وأهلاً بالجميع، والعالم يقرأ من الشارقة. ولأول مرة في تاريخه تنظم جميع المحاضرات والورش المرافقة هذا العام عن بعد من خلال منصات الشارقة تقرأ. معرض الشارقة حرص هذا العام على استقطاب أهم الكتاب والناشرين، ليس فقط على مستوى الوطن العربي وإنما العالم أيضاً، كالمحاضر الأمريكي في تطوير الذات برينس إيا، والمؤلف الكندي مارتل صاحب رواية حياة باي التي مكنته من الفوز بجائزة مان بوكر الأدبية العريقة عام 2002.